أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: أريد التفريق بين الدم الفساد ودم الدورة التي بعد النفاس إذا كانت الدورة غير منتظمة. أريد التفريق بين دم الفساد ودم الدورة التي بعد النفاس. نعم، إذا وافق نزول الدم عادتها الشهرية يكون حيضا نفاس، أما إذا لم يوافق عادتها فهو دم فساد بعد النفاس، ما يكون حيض إلا إذا وافق عادتها التي تعرفها قبل الولادة في وقتها، جاءت في وقتها. نعم.